هذه جهه كبيره جهة الرجال والنساء اللي هما عندهم صدى وطني وصدى عالمي انا اعرف جيدا المنطقه استثمارات كبرى يعني في الميدان الفلاحي فاقت 10 المليار ديال فيما يخص يعني الميدان الفلاحي يعني واحد الطموح كبير باش يعني القيمه المضافه ديال الفلاحه في هذا المخطط الجديد اللي ديال صاحب الجلاله اللي هو الجيل الاخضر باش القيمه المضافه في المنطقه في جوج ان شاء الله في المستقبل أه كذلك استثمارات كبيره ومشاريع كبيره اللي هي كلها حملها صاحب الجلاله للمحطه ديال ماشيكا والمشروع الكبير يعني السياحي ولا كذلك ولا المؤهلات الصناعيه وثقوا بيا بانه منطقه النادو غادي تعرف انتعاش كبير ان شاء الله في المستقبل وما تبقى هي فقط في النادو غادي تمشي توصل حتى لوجده ويعني والمناطق لانه الميناء الجديد اللي قرر سيدنا واللي هو الان قرب من الاشتغال يعني في الشهور المقبله غادي غادي يخلق واحد التحول كبير لوجيستيكي ومن بعده تحول صناعي كنفس التجربة اللي عافتها بلادنا بفضل المشروع الكبير ديال صاحب الجلالة يعني في طنجة المتوسط وما تنسوش تابونا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي